مجلس وهل انت محسوب على المعارضه ولا على الفكول؟ لا لا انا خط ثالث، انا خط ثالث معلنها قبل. أي أي دكتور احمد، انا يعني انا اليوم عندي تحفظات كثيره على اداء نواب المعارضه. انا ضد قضيه قطع المايك، ضد قضيه الصراخ، الذهاب الى منصه رئاسه. شارعي لا يقبل مثل هذه التصرفات. ايضا مع الحكومة بالحق والباطل أبدا لا أقبلها على نفسي، أن أكون مع الحق والباطل. فإذا أنا قاعد أقول يا جماعة يابد أن يكون هناك شارع ثالث، أنا برأيي وجهة نظري بيكون هذا شارع عقلاني وموضوعي وراقب ويشرع. اليوم إحنا عندنا أغلبية لنحل عدد مشاكل كبيرة بالبلد. تعرف لو كل مجلس حل قضية واحدة كان ما عندنا مشاكل هذه كلها. اليوم عندنا أغلبية بدال استجواب الرئيس، لو حلينا قضية التركيبة السكانية، لو حلينا قضية بدون، لو حلينا أي قضية وخلي يروح المجلس خلينا نحل، ترى زي منا تحققنا إنجاز كبير على مستوى الكويت. لذلك أنا هذا وجهة نظري. أنا ما مش مع التصادم ولا أحمل أجندة خارجية ولا أحمل. أنا عندي مشروع، ناس ناخبين طالبين مني مشاريع معينة، تنويع مصادر دخل، إحلال، تكويت الوظائف وما إلى ذلك، وأنا ماشي في السياق. بس أنت دكتور هشام من ضمن المعلنين لاستجواب وزير، يعني وزير رئيس الوزراء سمو رئيس مجلس الوزراء أعلن تأييدك لهذا الاستجواب. أنت الآن تنتقد أمامي مسألة الاستجواب وتقول كان مفترض أن نسوي قضايا، ليش أيت هذا الاستجواب؟ تمام، سؤال مهم جدا. ايه؟ خلني أتحدث فيه. تفضل دكتور. طبعا عندما قدم الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، قد يكون ترى إعلاني حتى متأخر، ليس إعلاني مبكر، اجتمعت مع بعض الناس من قواعدي في وناقشهم حول هذا الصدد. أنا عندي مشكلة مع هذه الحكومة. ليش؟ لأن الحكومة هذه أكثر حكومة خلال فترة بسيطة أكثر حكومة وقعوا معاملات في الجلسات. وأنا أتحدى أي وزير حين يقول لي أنا جيت في الجلسة وقلت لها توقع المعاملة. والآن قاعد أشوفه في الجلسات مجلس الأمة، نواب يصارخون على الحكومة والحكومة تخنع وتخضع لصاحب الصوت العالي وتمرر المعاملات وتجاوزات في قاعة عبد الله السالم. هذا اللي شفته. هذا الشيء. شيء آخر، التشكيل الحكومي عندي لي تحفظ كبير فيه. التشكيل الحكومي بعض الوزراء لا عندي مشكلة معه. يا أحد الوزراء للأسف صحيفة الاستجواب لم تتطرق له. أحد الوزراء كان مسؤول عن مدينة الحرير، أعفاه الشيخ الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد، عفاه من منصبه، قام الحكومة حطوا وزير. زين، هذا عفاه لأنه وجد في عدم كفاءته. تقوم أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء تعينه وزير علينا؟ ونفس هذا، بس هذا تكون مسألة تقديرية. أوكي. ما بين شخص وشخص. إذا يعني عندنا ما بين الشيخ ناصر رحمة الله عليه وما بين الشيخ صباح الخالد، ممكن يجد فيه الكفاءة الشيخ صباح يعني الخالد. زين وجهة نظر. ناهيك لو أنا يعني أنا ما بحاسبه ترى حتى على مواقف الوزير، يعني على تغريداتها اللي وصف فيها، وبالنهايه يحاسب على عمله اللي وصف فيها، وبالنهايه يحاسب على عمله وعلى ادائه. وصف الحكومه انا معك فيها. إيه؟ اذا نحاسب على الحكومه زي على عمله. تحفظي على محاور الاستجواب، خروج بعضها فيها. انا على فكره اعلنت تأييدي للاستجواب. وشنو هو ثلاث محاور وشنو كتبت؟ لاسباب اخرى. قلت اعلن تأييدي للاستجواب لاسباب اخرى، يعني مو لاسباب حفظها. ولاحظ معي أيدت ليش؟ انا قاعد لك عندي مشكله، أنا قاعد أشوف فساد إداري داخل قاعة عبد الله السالم. تجاوزات قاعد تصير. ولا لي صرخ أكثر تمشي معاملات أكثر. ترى هذه القاعدة قاعد تصير في قاعة عبد الله السالم، شيء مخجل. شيء ثاني، شيء التشكيل اللي أنا ما يرضيني في واقعة في بعض العناصر. يعني اليوم بيطول الحكومة شهر شهرين في تشكيل حكومي. أنا أقول لك يا أستاذ أحمد نتفاعل خير، ولكن صدق لا طبنا ولا غدا شر. راح تشوف حكومة لا طبنا ولا غدا شر. ليش؟ راح يعودون بنفس الأوجه أو بتعديل طفيف. وراح ندش